زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحر. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي مزيان بخير؟ اش كتعاودوا؟ اليوم ندير لكم واحد الفيديو حمق في الشارع. ها الزرقاء، اللهم بارك. راه مشيت لهي باش ندير واحد الفيديو لهي، واحد البلاصه لهي مزيانه. اجا عندي هذوك بفايله خينس، هذوك الحراس اللي بحال البوليس قالت لي لا ما تصورش بلا 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 بلا. قلت لي سيري الله يهديك، الله يعاوننا يعاونك سيري. قلت لي راه علاش ما نصورش؟ راه برا عندي الحق نصور وندير الرخصه باش نصور. انا راه كنخلص الضريبه على هادشي اللي كندير. لا ما تصورش. السميات ديال شي سميات كاينين تما والله ما نعرف. قالت لك ما تصور. قلت لي سير، ما بغيتش كاع تصدع معاه وانا نجي هنا. قلت لي بلا تمشي ندير كاع في الشارع، اقول للبوليس يجيو عندي ولا يجيو اللي بغى يجي. المهم الاخوه، المهم هذا الفيديو هذا غادي نهضر فيه على شي على بعض التعليقات اللي قريت تما ديال الدراري. قالوا لي واش يعني اللي تزوج هنايا واش كيجيو عنده الكونترول للدار؟ واش مثلا اللي تزوج هنايا ولا اللي جاب مراته من المغرب ولا من شي بلاصه اخرى، واش يعني كيجيو عنده الكونترول للدار؟ هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديال هذا اليوم. المهم الاخوان، هنايا كان في الاول، هنايا في الاول في التسعينات قبل ما يكون هذاك الرجوع ديال ترجع لبلادك باش تجيب هذاك الامتحان، يعني كاين هذاك الشيء. يعني كتجي تزوجي شي وحده هنايا مثلا ما عندهاش الوراق مثلا وديتيها عندك الدار وهداك الشيء مثلا، يعني راه كيجيو عندك الكونترول الا شكو. يعني مثلا الى مثلا انت الدوسي ديالك نقي واول مره مثلا كتزوج، يعني راه ما 99% ما غاديش يجيو عندك. ولكن مثلا الى انت مثلا جبتي وحده وما تفهمش وطلقتيها وعاودتاني جبتي وحده اخرى وما تفهمتش عاوتاني وطلقتيها وجبتي الاخرى، يعني كيكون الشكوك فيه في العمر. يعني كيقول هذا واقيلا راه يعني هذا الشيء ديالو ماشي هو هذاك، وكيديروا الكونترول في الاول. هذا الشيء في التسعينات حتى 2000 2005، يعني باقي هذاك الشيء. ولكن بالنسبه دابا، يعني ماذا دابا كاين هذا الشيء ديال الامتحان ديال المغرب، يعني 99% ما يجي عندك حد، لان عارفين يعني مثلا باش تمشي مثلا تخلص هذا المدرسه وتخلص الامتحان وتخلص هذه وتخلص هذه، بزاف ديال الحاجات عارفين داك الشيء ديالكم راه هو هذاك. اما في الاول هنايا كانوا كيديروا الكونترول بزاف، يعني يقدر يجيو عندك بعض المرات ولا خمسة المرات، يعني كل مره يجيو مع 9 الصباح ولا 8 يشوفوك واش ساكن تما واش ما ساكنش، واش بزاف ديال الحاجات. بالحق بلجيكا راه كيديروا الكونترول هما، يعني بلجيكا يعني بزاف ديال الدراري كنعرفهم تما، يعني كيقول لك راه الكونترول ديما كيجي عندنا للدار، كيشوفوا واش تما ساكنين واش ما ساكنينش، واش يعني بزاف ديال الحاجات. اما دابا هاد الساعات الوقت دابا هادي ما كاينش اللي يدير الكونترول ولا اللي يدير شي حاجه، يعني اللي تزوج صافي. بالحق الا كان الدوسي ديالك نقي، الا كان الدوسي ديالك نقي راه ما تشوف حد ما حتى شي حاجه. يعني بالحق الا كان مثلا سميت الوصفه مثلا وتزوجتي ثلاثة المرات ولا أربعة المرات ولا خمسة المرات، راه الدوسي غادي يشكو، راه بالسيف غادي يشكو، راه غادي يجيو عندك مثلا نشوف واش داك الشيء ديالك هو هذاك ولا ماشي هو. اما الا غير تزوجتي واحد المره ومثلا واخا سواء تزوجتيها هنايا ولا تزوجتيها من 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 من, من المغرب، بالحق انا كنقول الا بغيتي تدخل شي واحد دير ليه الوراق هنايا. مثلا تزوجتي شي وحده ما عندها الوراق وبغيتي تجيبها هنايا، اما الا البنت اللي عندها الوراق ديالها هنايا راه بحال راه ما عندهم ما يجي صافي، داك الشيء تزوج ولا ما تزوج بحال هذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم هذا الفلوق هذا، شوفوا الا عجبكم بحال هذا الديكور هذا، نبقى نصور في الشارع هكا، نصور في الشارع هكا الدنيا هانية. المهم انا، المهم هذاك الدري اللي كتب لي تما في الكومنتير في الصباح قال لي راه بلجيكا، يعني هولندا وبلجيكا راه ماشي بحال في القانون، يعني واخا يعني راه هما يعني جارتين، ولكن راه القانون ديال بلجيكا بوحدو والقانون ديال هولندا بوحدو. يعني عاود بلجيكا راه كتلقى سيميلا قسمين، راه كاين هذيك الجهة اللي كتكون الجهة ديال فرنسا اللي هي بروكسيل وهداك الشيء، هذا القانون ديالها بوحدها، وكاين عاود مثلا الجهة ديال أنتفيرب مثلا اللي كيهضر بالفلامسي يعني بالهولندية،
راه عاوتاني القانون ديالهم بوحدهم. هولندا لا، راه هولندا وحده، يعني راه القانون واحد في هولندا، يعني ما كاينش يعني. وبلجيكا راه كيديروا شويه، كيديروا بلجيكا راه كيديروا كيصعبوا شويه، لان الناس ما طيب يعني بزاف ديال الناس تما، يعني اللي جا كيطب كيجي كيجلس تما، هذوك الناس اللي كيجيو جدادين تما وكيعاقوا بهذاك الشيء ديالهم، هذوك الناس اللي كيديروا بلا ما نقول في الفيديو. المهم لان هذا الشيء اللي كنقول راه كيتراقب، يعني هذاك الناس اللي كيديروا هذاك الشيء ديال الزواج، يعني هذاك الشيء ديال اللي كيقولوا ليه نوار، يعني الكحل، هذا الشيء اللي كاين الاخوان. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم راه مرة اول مره ندير هكا نصور في الشارع هكا. المهم الا عجبكم بحال هكا المكان هكا نبقى نديرهم، ما عجبكمش بحال هكا نبقى نصوروا في الدار. دابا راه كنستغلوا دابا، يعني دابا يعني راه الصيف، يعني بارد الحال، ولكن يعني ماشي بحال مثلا الشهر واحد وجوج، يعني دابا الحمد لله راه يعني الحمد لله دابا راه الشهر خمسه، يعني راه القضيه بدات كتسخن شويه. والله ما نستغلوا الفرصه هذه ديال برا، نستغل هاد الفرصة هادي يعني برا، تبقى دير فلوكات هكا برا وحتى يكون البرد عاود ثاني ونبقاو ندخلو نديرو فيديوهات في الداخل. المهم راه اللي داز كيشوف كيقول اش كيدير هذا، لأن جيت حدا ستوب ليخت هنايا حدا الضوء الأحمر، وجيت هنايا حدا الضوء الأحمر، اللي داز كيشوف كيقول اش كيدير هذا. اللهم بارك وزيد في ذلك. المهم هادشي اللي كاين الاخوان. هذاك الدري اللي كان قال لي قبيله راه كان يعني جاوا عنده هو تما الدار، يعني بلجيكا راه يعني عندها القانون ديالها بوحدها هي، يعني بلجيكا راه عندها القانون ديالها. اما هنايا في هولندا كما قلت لكم الا الدوسير ديالك نقي، يعني ما عمرك مثلا تزوجتي مثلا ولا شي حاجه وتزوجتي مثلا، واخا تكون عندك واخا تكون كبيره عليك في العمار ولا شي حاجه، داك الشيء راه لا علاقه له. راه بزاف ديال الدراري في الكومونتير تما كيقولوا لي راه انا عندي صاحبتي في هولندا، ولكن هي راه عندها مثلا 50 وانا عندي 22 ولا 24، راه ما كاينش شي قانون في هولندا اللي كيقول لك يعني راه ممنوع تجوز شي وحده كبيره عليك، واخا تكون عندها 80 وتكون عندك انت 20، الا هي عندها يعني هذوك الشروط المطلوبه مثلا الخدمه والدار ويعني وداك الشيء اللي كان مطلوب، راه ما كاينش شي قانون اللي كيقول لك يعني هذه راه كبيره وانت صغير. الا كاع هما شكوشكو راه كيجيو كيديروا الكونترول صافي، واش انت ساكن تما ولا ماشي ساكن تما، وهذا الشيء اللي كاين. اما مثلا باش تقول راه هذه مثلا راه عندها مثلا كبيره وانا صغير، واش يمكن؟ راه ممكن، راه ما كاينش شي قانون في هولندا اللي كيهضر على داك الشيء. يعني المهم اللي كيهضر هنايا هما الوراق، الا كاينين هذوك الوراق اللي هذوك الوراق اللي هما مطلوبين في الدوسي، اللي يكون مثلا الخدمه والدار ويعني والشروط اللي مطلوبه، راه ما 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 العمر ما ما لا علاقة له ب ب ب ب ب لا ما عندوش العلاقة ب ب ب ب يعني بداكشي. وواحد الحاجة أخرى نضيفها اللي هي بزاف ديال الدراري كيجيو هنايا بالفيزا مثلا وكيجلس وكيحرقها، كيجلس هنايا ما كيرجعش في الوقت وكيحرق الفيزا، وملي كيدبر على راسو هنايا مثلا وكيبغي يرجع مثلا للبلاد باش يدوز هذاك الامتحان وهذاك الشيء، وكيخاف مثلا يقولوا ليه أنت يلاه دخلتي، راه ما كايناش العلاقه بهذاك الشيء. الا لقيتي الزوجه ديالك هنايا وبغات دير لك الوراق ديالك وتزوج بها، بلا ما تبدل الباسبور بلا ما حتى شي حاجه، واخا يكونوا في هذوك الطوابع ديال الدخول ديال المغرب بلا ما تبدلوا، هما راه ما كيشوفوش في هذاك الشيء، كيشوفوا على الوراق اللي هذاك اللي غادي يجيبك هنايا، هذاك الشيء اللي كيشوفوا هما هنا. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم ما نكرر اللي هادوك الدراري اللي كيجيو هنايا وكيحرقوا الفيزا، وملي كيتبر على راسو هنايا وكي مثلا يبغي يرجع مثلا يرجع للبلاد مثلا باش يدوز الامتحان ويطلع عاود قانوني هنايا، راه هذاك الشيء راه ما كيأثرش على الدوسيل، وهما لا علاقة له بالدوسيل ديالك، واخا حرقتي فيزا هنايا واخا ما حرقتيهاش، يعني راه لا علاقة له. اشنو هو المشكل إذا حرقتي فيزا هنايا؟ إلا مشيتي عاود مرة أخرى مثلا جيتي هنا وحرقتي الفيزا وعاود رجعتي للمغرب ما درتي والو، وعاود بغيتي دير الفيزا اخرى،
يعني راه تما كيكون المشكل ما يعطيوهاش لك، يقول لك راك حقتيها. اما بالنسبه مثلا باش تتزوج هنايا وتكون عندك المرض ديالك هنايا وبغيتي تطلع قانوني هنايا، راه الفيزا ما عندهاش لا علاقه بهذاك الشيء. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم راه اول مره كندير هكا، راه يعني ما مرتاحش في الفيديو لان اللي الناس كيشوف وما مرتاحش. المهم انا جربت، الا عجبكم بحال هاد الفلوكات هكا برا هكا نبقى نديرهم الدنيا هانيه، الا ما الفيديو هكا ما عجبكمش ولا شي حاجه غنبقى نديرو عاوتاني لداخل، ولا نبقى نمشيو للبارك نديرو ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. يلا كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. المهم راني اول مره راه ما مرتاحش، راه المغرب قرب، اللهم بارك ويزيد في ذلك. راه اللي كاس كيشوف يلا. المهم الاخوان الفيديو وصلت 10 دقائق، انا وصلت 11 دقيقه ولا 12 دقيقه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. يلا شكرا على التتبع وعلى الاشتراك، كل اللي عجبه يشترك في القناه. شكرا.